أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج متن الخبر الذي سيأخذكم في جولة موسعة لأهم العناوين والمقالات في الصحف المحلية والعربية لتقترب لكم الصورة والحدث لهذا اليوم الخميس الموافق الحادي عشر من يناير حيث اشتركت الصحف الثلاث بخبر تحت عنوان اجتماع لوزراء الخارجية العرب في الأول من شباط لاستكمال بحث سبل الرد على إعلان ترامب والآن لنلقي نظرة لأهم عناوين صحيفة الحياة الجديدة. دعوات دموية وعنصرية خلال جنازة المستوطن. وفي أسفل هذا الخبر السيد الرئيس يؤكد ضرورة تشكيل آلية دولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وفي جانب صحيفة الحياة كتبت: الأحمد يصرح عدم ارتياح وقلق فرنسي مما تسمى صفقة القرن. وفي جانب هذا الخبر تناولت صحيفه الحياه من الاردن وتركيا انهاء الاحتلال الاسرائيلي اساس تحقيق الاستقرار بالمنطقه. وبالغيط يصرح ايضا محاولات واضحه لتصفيه القضيه الفلسطينيه. وفي اسفل الصحيفه تناولت خبر اخر ليس مرحبا بك ابقى بعيدا، عريضه سويسريه ضد مشاركه ترامب في منتدى دافوس. وفي رسالة لترامب الاتحاد الاوروبي يجتمع اليوم مع ايران لدعم الاتفاق النووي. وعلى راس صحيفة الحياة في اذنها اليمنى المتوسطي اسرائيل صعدت سياسات الابرتهايد منذ اعلان ترامب. وكتبت في اذنها اليسرى لصحيفة الحياة اسرائيل تجبر ادارة الفيسبوك على حذف صفحات فلسطينية. ومرورا في صفحاتها توقف متن الخبر في الصفحة السادسة عشرة للكاتب عمر حلم الغول تحت عنوان: فريدمان المستعمر وفي متن المقالة لم يكن هجوم ديفيد فريدمان سفير الولايات المتحدة على السلطة الوطنية مفاجئا بعد عملية اطلاق النار الذي قتل فيها مستعمر إسرائيلي أمس الأول لأنه ينضح من ذات الوعاء الصهيوني الاستعماري الإسرائيلي وكونه أيضا مستعمرا في القدس قبل أن يتولى مهمته ممثلا لإدارة الأمريكية الحالية حتى أنه تفوق على الإسرائيليين أنفسهم كما إدارته المغلة في معاداة الحقوق الوطنية الفلسطينية فقال محرضا على السلطه الوطنيه حماس تشيد بالقتله وقوانين السلطه الفلسطينيه توفر لهم مكافاه ماليه لا تبحث عن اسباب اضافيه لماذا لا يوجد سلام ولم يسال هذا الصهيوني نفسه عن الاسباب الحقيقيه لعدم وجود السلام ومن الذي عطل عمليه التسويه السياسيه ومن الذي يقتلها قتلا ساديا على مدار الساعه ومن الذي يستبيح الارض الفلسطينيه ويصادرها يهودها ويعلن العطاء تلو العطاء الاستعماري كل يوم ولم يحاول ولو لمرة واحدة أن يناقش بينه وبين نفسه ما المطلوب من الفلسطيني الذي يقتل كل يوم بدم بارد في الميادين والساحات ولم يفكر بما اعترفت به قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إعدامها 211 فلسطينيا من الأطفال والفتيات والنساء من تشرين الأول أكتوبر عام 2015 حتى نهاية العام 2017 ومن الذي قتلهم ولماذا قتلهم؟ ولماذا لم نسمع صوته ولا صوت من يقف خلفه ومعه عن ادانه جريمه واحده؟ اليس هؤلاء بشرا ادميين يستحقون الحياه؟ وما هو المطلوب من الفلسطيني الذي يرى ويسمع ويعيش كل لحظه من حياته الانتهاكات وجرائم الحرب الاسرائيليه ضده على مراه ومسمع من العالم كله؟ وماذا يفعل الفلسطيني عندما يرى الرئيس الامريكي دونالد ترامب يعلن القدس عاصمه لاسرائيل؟ وعندما يصوت حزب الليكود على ضم الضفه الفلسطينيه؟ وعندما تصوت الكنيسة لرفض خيار السلام ويواصل تعقيد الأمور على الأرض ويقر قانونا يحاول دون الانسحاب من القدس إلا بعد موافقة ثمانين نائبا وأنهى الكاتب ألف سؤال وسؤال يطرح على ذلك المستعمر الأمريكي الإسرائيلي أين هو من حقوق الإنسان؟ <applause> Allahu Akbar Allah long and أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله, إلا الله. اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله

وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ننتقل إلى صحيفة القدس حيث أبرزت على صفحتها الأولى إصابات برصاص الجيش واعتداءات المستوطنين وإغلاق حاجز حوارة وتجريف مساحات واسعة من أراضي مادمة وفي أسفل هذا الخبر تباين وجهات النظر داخل إدارة ترامب بشأن قطع المساعدات عن الأنوروا وأيضا كتبت صحيفة القدس أبو مرزوق يصرح لصحيفة القدس موقفنا النهائي من المشاركه في اجتماع المجلس المركزي لم يتحدد بعد ومجدلان يصرح ايضا ترامب اطاح بخمسه تعهدات قدمتها اداره اوباما للسلطه الفلسطينيه واخيرا من عناوين صحيفه القدس السلطه الفلسطينيه اسرائيل تستغل السياسات الامريكيه لتسريع الاستيطان نبقى معكم مشاهدين الاعزاء ونستكمل جولتنا في صحيفه الايام ومن اهم العناوين اقتحام قرى واغلاق مداخلها واقامه حواجز عمليات بحث مكثفه لتعقب منفذي الهجوم. وتناولت صحيفه الايام خبر اخر اللجنه السياسيه توصي بتجميد الاعتراف باسرائيل الى حين الاعتراف المتبادل بين الدولتين. وتناولت ايضا صحيفه الايام الجيش الاسرائيلي يتوقع ان تكون جبهه غزه الاكثر سخونه خلال العام الحالي. واخيرا من عناوين صحيفه الايام الاحتلال يقوم ببناء انفاق تحت القدس لتوفير مدافن للاسرائيليين. مشاهدينا متن الخبر ينتهي من جولته في عناوين الصحف المحليه ومقالاتها. فاصل ونعود. اهلا مشاهدينا سلطات الاحتلال الاسرائيلي شرعت ببناء أنفاق ضخمة أسفل مدينة القدس المحتلة لحل مشكلة عدم كفاية المقابر اللازمة لدفن الموتى من اليهود وهذا يعتبر حجة من قبل الاحتلال لاستكمال انتهاكاتها المستمرة في القدس الشرقية ولإثبات وجودهم فيها عبر تشويه الهوية الفلسطينية للحديث أكثر عن هذه الانتهاكات نرحب من القدس المحتلة ممثل التعاون الإسلامي في فلسطين سيد أحمد الرويدي أهلا وسهلا بك أهلا بك مساء الخير مساء الخير أهلا بالأمس سيد أحمد كانت الحفريات الإسرائيلية للهيكل المزعوم تحت الأقصى المبارك وذلك لتحقيق مخطط إسرائيلي لتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا صحيح والآن هناك مخطط جديد لدفن اليهود ومن المتوقع أن يشهد أول الجنازات خلال عام هل برأيك هذه الانتهاك لحل المشكلة المشكلة عفوا أم لطمس هوية المقدسيين لا هي الحقيقه ان اسرائيل تحاول ان تغير الحقيقه التاريخيه للبلده القديمه ومحيطها وبالتالي تحاول تزوير التاريخ والحديث عن روايه مصطنعه الهيكل المزعوم والحفريات التي تمت من عام 67 حتى اليوم من قبل حتى علماء اثار اسرائيليين وخبراء مختصين من قبل دوله الاحتلال لم تؤكد ولم تثبت وجود اي معلم يشير مم. الى الاحتلال او الى ال... ال... الذي يرغبون فيه. مم. وبالتالي كل ما ظهر لهم هو قصور امويه من التاريخ الروماني، التاريخ المملوكي، هذه المدينه ببعدها العربي، الاسلامي، المسيحي. مم. بالتالي ستشاهدين تباعا وهذا شاهدناه الحقيقه ليست المره الاولى، مم. زراعه قبور، شاهدنا ذلك في منطقه طنطور فرعون واغلق الشارع الرئيسي هناك. ودعت اسرائيل ان هناك قبور ليهود قديمه ولا يوجد ما يثبت ذلك ايضا كان هناك محاوله لوضع قبور في وسط شارع راس العمود الحقيقه هذا يعني صدر سابقا تقرير عن احدى المؤسسات الحقوقيه كشف عن هذا الموضوع وتحدثت فيه اليونسكو ولا يوجد ما يؤكد هذه الحقائق الذي يتحدث عنها الاحتلال الاسرائيلي هي محاوله فقط كما ذكرت لمحاوله ابراز المدينه وكانها مدينه يهوديه مصطنعه فيما يتعلق بالقفز الى داخل المسجد الاقصى المبارك هذا صحيح وانا احذر انه ما يجري في مقر باب الرحمه هو خطير جدا هو توقف بفعل ان هناك قرار محكمه، لكن واضح ان هناك مخطط لم ينشر، لم يعلن عنه، سري يبدو للغايه، يتحدث عن مقره باب الرحمه ومدخل الى المسجد الاقصى المبارك ربما في اسفله الى المصل المرواني في المرحله الاولى وهذا خطر حقيقي لانه محاوله تثبيت التقسيم المكاني، وكل ذلك طبعا ياتي في ظل الاوضاع السياسيه وبعد اعلان ترامب وفي ظل الضغوطات وفي ظل اليمين المتطرف في اسرائيل الذي يحاول فرض السيطره على القدس والغاء الوجود الفلسطيني فيها. نعم لنقول من ناحيه اخرى، ماذا تعني هذه الخطوه الاسرائيليه بشكل خاص؟ هل يحاول الاحتلال عمله من خلال دفن اليهود في انفاق اسفل القدس؟ هل هناك لنقول رؤيه جديده من قبل الاحتلال؟ لا لا هي الرؤيه هي سابقه يعني هو الاحتلال ما يرغب ان يلغي هذا المشهد الاسلامي المسيحي للبلده القديمه ويتحدث باطار اوسع عن الحوض الوطني المقدس بكنس ومجمعات سياحيه يهوديه و ايضا مباني كمشروع كدار جنوب المسجد الاقصى المبارك ربما على بعد 30 متر هوائي فقط قلب الحقائق في منطقه القصور الامويه القطار الخفيف كل ذلك لالغاء هذه الصوره الاسلاميه المسيحيه لمدينه القدس وابراز بان هذه مدينه يهوديه هذا ياتي في اطار عمل سياسي الحقيقه لانه الاحتلال الاسرائيلي يريد ان يثبت ان القدس الموحده بين قوسين عاصمه له وبالتالي يلغي اي وجود فلسطيني فيها ويعمل بشكل تدريجي، هذا العمل الذي يتم في هذا الجانب المتعلق بالحفريات والمتعلق بالجسر الذي يربط باب المغاربه وايضا في موضوع المشاريع الكنس الجديده وما يجري من اعلام مدينه داوود وغير ذلك، كل ذلك لابراز بان هذه مدينه يهوديه لها تاريخ يهودي قديم وانهم اصحاب الارض وان هذا حق تاريخي لهم وهذا لا يوجد ما يؤكده وبالتالي نحن جوابنا دائما هذه مدينة محتلة إسرائيل موجودة فيها كقوة احتلال هذه مدينة لها بعد إسلامي مسيحي بارز واضح بالمسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة والتاريخ لا يمكن أن تلغيه الرواية الكاذبة نعم في ظل هذه الانتهاكات وضع الخناق الخطير على القدس المحتلة وبالتالي كيف ستؤثر هذه الحفريات على مباني المقدسيين في القدس المحتلة يعني هناك خطر حقيقي الحقيقه شاهدناه في العديد من المباني في البلده القديمه شاهدنا اكثر من تشققات في منازل وهدمت منازل واعلن عن ذلك ايضا في حي وادي حلوه في سلوان تشققات في الشارع الرئيسي في منازل المواطنين مبنى مدرسة الوكالة انهدم أحد الصفوف الدراسية سقط الصف بفعل حفريات أسفل, أسفل هذه المباني هناك خطر حقيقي لهذه الحفريات لكن كل ما يريد الاحتلال هو تهجير الناس من هذه المناطق القريبة يعني انا شاهدت صوره لمخطط الاحتلال في منطقه وادي حلو على سبيل المثال وهو اعلم للعلم ونشر في وثائق بلديه الاحتلال المشهد خالي من الوجود الفلسطيني 7000 مواطن فلسطيني مقدسي يعيش في هذه المنطقه ومكان اقامتهم حدائق وكنس ومجمعات سياحيه يهوديه والمنطقه يلغى اسم وادي حلوة وتسمى يعني بين قوسين مدينة داهود هذا ما يسعون له على كل نحن ما نريد الآن هو تثبيت الناس دعمهم تثبيت وجودهم ترميم هذه المنازل مساعدة الناس على البقاء في هذه المنازل نعم أشكرك الممثل للتعاون الإسلامية في فلسطين أحمد أروادي كنت معنا من القدس المحتلة ومشاهدينا فاصل ونعود اهلا بكم من جديد متن الخبر سيتجول جوله اخيره في الصحف الاردنيه وللمزيد من العناوين والاخبار مع الزميله اروى حمد نبدا جولتنا في الصحف الاردنيه مع عناوين صحيفه الدستور السفير البريطاني ملتزمون بدعم الاردن والخارجيه النيابيه تؤكد اهميه الوصايه الهاشميه بحمايه القدس والمقدسات فلسطينيا دعوات اسرائيليه لسرعه اقرار قانون الاعدام والابعاد وهدم المنازل وتكثيف بناء المستوطنات، الاحتلال يدفع بقوات اضافيه بالضفه بعد عمليه قتل حاخام جنوب نابلس، وفي العناوين العربيه والدوليه روسيا الهجوم على حميميم تم بمساعده المخابرات الامريكيه 464 نائبا من اجمالي 596 بالبرلمان المصري يزكون ترشح السيسي للرئاسه، وإلقاء زجاجات مولوتوف على مدرسة يهودية جنوبي تونس، وننتقل إلى عناوين صحيفة الرأي السفير البريطاني لن ننقل سفارتنا إلى القدس وملتزمون بدعم الأردن. الصفدي ونظيره التركي والاندونيسي يؤكدان التنسيق بشان القدس وفي صفحات الرأي الداخليه استنفار بصفوف قوات الاحتلال بعد عمليه نابلس اجتماع عربي بشان القدس الشهر المقبل والمانحون الدوليون يجتمعون في 31 الجاري مسؤول فلسطيني لا التزام مع الاداره الامريكيه وادانه فلسطينيه لاستيطان جديد في الضفه الاورو متوسطي اسرائيل صعدت سياسات الفصل العنصري عربيا تركيا تحض روسيا وايران على التدخل لوقف هجوم القوات السوريه على ادلب ونختتم جولتنا مع صحيفة الغد سعي عربي للحصول على قرار دولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وزراء الخارجية العرب يجتمعون بالقاهرة مطلع شباط لمواصلة بحث ملف القدس المسيرات الشعبية تعم الوطن المحتل، وتعتبر العملية رداً على محاولات المساس بالقدس، مواجهة عنيفة مع قوات الاحتلال، ومقتل أشد المستوطنين غلواً في عملية نابلس، وفي صفحات الغد الداخلية، ضغوط فرنسية تركية على دمشق لوقف الهجمات على إدلب والغوطة الشرقية، تونس تصاعد حدة الغضب الشعبي ومحادثات قريبة في جنيف حول سوريا والمعارضة لا تستبعد الذهاب إلى سوتشي، عملية عسكرية واسعة لتطهير صحراء العراق، وفي العناوين أيضاً ترامب يستنكر تجميد القضاء قراره بشأن الشبان المهاجرين، وخبراء تجميد المساعدات الأمريكية لباكستان لن يؤثر على اقتصادها، لبرنامج متن الخبر أروى حماد شكرا للزميله اروي وجوله اخري في الصحف المصريه والمزيد من العناوين والاخبار ايضا مع الزميل اشرف المبيض عناوين عده تناولتها الصحف المصريه هذا اليوم والبدايه من صحيفه الاهرام الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع وزراء ومستثمرين يشدد على أن الحكومة تهتم بتذليل العقبات أمام المستثمرين لجذب المزيد من الاستثمار في مختلف المجالات وأيضا على الأهرام اعتقال أكثر من 200 شخص في احتجاجات الغلاء بتونس والجيش يوسع انتشاره ومجهولون يحاولون حرق مدرسة يهودية في جزيرة جربة التونسية على صحيفة الشروق صفعة قضائية جديدة لإدارة ترامب بعد قرار قاض فيدرالي تجربة تجميد وقف العمل ببرنامج دكة للمهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير شرعي وخبر آخر الاحتلال الإسرائيلي يطلق عمليات بحث مكثفة ويقيم حواجز عسكرية في نابلس شمال الضفة الغربية لتعقب منفذي إطلاق نار أدى إلى مقتل حخام إسرائيلي صحيفة الجمهورية تناولت مقالا للكاتب عبد العالي البقوري تحت عنوان جيل فلسطيني جديد في مواجهة إسرائيل يشير فيه الكاتب إلى حماسة الشباب الفلسطيني في مواجهة العنصرية الإسرائيلية ويشدد على ضرورة دعمه وأيضا على الجمهورية وزير الخارجية سامح شكري في مؤتمر صحفي مع نظيره التنزاني يقول إن المؤتمر الوزاري العربي المصغر الذي عقد في عمان مؤخرا يواصل مشاوراته على المستوى العربي والدولي للتأكيد بأن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية وأن حل الدولتين هو السبيل الأمثل للوصول إلى أنهاء الصراع العربي الإسرائيلي على صحيفة المصر اليوم أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية يقول إن رؤية العرب للإرهاب متباينة وتتم بمعزل عن الأمن القومي العربي، ويوضح أبو الغيط في مؤتمر بسلطنة عمان أن الخطر المائي الذي يواجه مصر يؤثر على المنطقة بالكامل، وكتب حسن حنفي في المصري اليوم ماذا بعد النكبة وماذا بعد النكسة؟ يوضح فيه الكاتب بأن القدس خط أحمر وأنه يجب توحيد الجهود والطاقات العربية لحمايتها ويجب إعطاء الشعوب العربية دورها في التحرك من أجل القدس. صحيفة الأخبار كتبت رؤية تحليلية ترامب في عامه الثاني بالشرق الأوسط أنهى فعليا عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد قراره حول القدس وتوقعات بأن يكشف البيت الأبيض أوائل هذا العام عن جانب من خطة صهر ترامب كوشنر غير أنه ليس من المتوقع أن تقبلها جميع الأطراف لبرنامج متن الخبر أشرف لمبيض القاهرة شكرا لزميل أشرف وجولة أخيرة في الصحف اللبنانية والمزيد من العناوين. مع الزميلة زينة عبد الصمد. في جولة لمتن الخبر على الصحف اللبنانية اليوم نبدأ مع اللواء هل تفتح الميجا سنتر باب المقايضة تعديل ال 44 مقابل مرسوم ال 94 جنبلاط يكشف عن مشروع تسوية للأقدمية ويتخوف على الليرة وتنسيق عوني قواتي حول قانون الانتخاب روسيا تتهم السي اي بهجوم الطائرات على حميميمه موسكو وطهران تتجاهلان طلب انقره لجم النظام في ادلب وفي اللواء القدس عيوننا اليك تشخص كل يوم الحكومه تعتقل المئات وتتهم المعارضه بالتخريب تصعيد في تونس ومخاوف من انفلات الشارع واشنطن تدعو طهران للافراج الفوري عن المتظاهرين الملك سلمان يهاتف عباس لتنسيق يومي مباشر الاحتلال يستغل عمليه نابلس ويتهم فتح والى محطتنا الثانيه من لبنان صحيفه الانوار على صفحتها الاولى جنبلاط ينتقد مرسوم الضباط ويدعو لتكليف قياده الجيش بالموضوع البابا يستقبل سفيره الامارات العربيه الوزير المرعبي يبدي حزنه لقيام نازح سوري باحراق نفسه ترامب يهاجم القضاء الامريكي، التظاهرات تنتشر في معظم المدن التونسيه وتتخللها اعمال عنف، ان تشعل شمعه البيكاديلي افضل من لعن ظلام الملفات، موسكو تتهم واشنطن بالمساعده في الهجوم على قواعدها بسوريا، الامم المتحده الغارات السوريه قتلت 85 مدنيا في الغوطه. والى عناوين صحيفة البلد محطتنا الاخيرة من لبنان. هل يتحالف سليمان فرنجي مع القوات أم التيار؟ ريما فقيه هل تعيد لبنان إلى خريطة تاج الكون؟ سامي كليب وغلطة الشاطر هل يعتذر بعد الإساءة؟ وفي مانشات البلد الإصلاحات الانتخابية تعقد إصلاح ذات البينة. برسم الأمم المتحدة. تركيا تسعى لوقف الهجوم على إدلب. الخارجية العرب يجتمعون مجدداً لبحث القدس. لبرنامج متن الخبر زينه عبد الصمد شكرا لزميله زينه واشكركم انتم مشاهدين على حسن المتابعه والى اللقاء في حلقه وعناوين ومقالات جديده في امان الله